السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى، تفضلي. جزاكم الله خير. وياكي. بارك الله فيك، أطال الله لنا، أطال الله لنا في عمرك يا شيخ. وياكي في طاعة الله جميعا. بعد إذنك يا شيخ، أختي نادرت ندري يعني بأن تذبح أمام مسجد، فأصحاب المسجد رفضوا وقالوا بأن الذبح أمام دور العبادة يعتبر من الشركيات، فقالوا لي بأن أذبح مثلا داخل حمام المسجد أو أن أذبح في بيتي وأحضره، ولكن النذر بصيغة يعني أن يذبح أمام المسجد، فما الحل؟ لا، والمسجد فيه قبر أو ليس فيه قبر؟ لا، ليس فيه قبر. ولماذا نظرت أمام باب المسجد؟ سؤالي. حبا في المسجد فقط يا شيخ. لا لا، ليس شركا ولا شيء بهذه الطريقة، يمكنها أن تنفذ نذرها، ولكن منعنا لما يصيب المسجد من اللوس، لوس الدماء فقط، فيمكنها أن تذبح في أي مكان، واحتياطا تكفر كفارة يمين لكونها لم تذبح أمام باب المسجد، لكنه ليس شركا. بارك الله فيك.